كامل فيش سيد انا قوستين الا البارح اللي دخل مقلوب كاع اللي خدم تفايدين هذا منها من غادي وروح تحت إشراف ورعاية السيد ولي ولاية المستغانم وبمناسبة اليوم الوطني للسياحة نظمنا نحن اليوم الغرفة الولائية مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية معرض وطني بطبعته الثانية الموسوم تحت عنوان ترويج الخدمات السياحية، وهذا تحت شعار إعلام هادف إعلام هادف لسياحة رائدة. وأيضا في إطار استراتيجية وزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل دعم ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، استهدفنا في هذه التظاهرة دعوة جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين لهم علاقة وصلة بقطاع السياحة بما فيهم الفندقة، وكالات السياحة والأسفار، أيضا وكالات كراء السيارات، وكالات التأمين، أيضا مؤسسات البنكية والشركاء الفاعلين في قطاع السياحة، من أجل تنظيم هذه التظاهرة وإعطاء الأولوية لقطاع السياحة بالخصوص بولاية مستغانم. بمناسبة اليوم الوطني للسياحة كانت مديرية السياحة حاضرة في المعرض الوطني لتقديم الخدمات السياحية. كما تعرفوا أن الولاية مستغانم عندها سياحة متنوعة، سياحة دينية، ثقافية، ساحلية. مستغانم ترحب بزوارها الكرام. جينا هنا في حديقة تسمية مصالان مع وكالة قطينة أطراف للسياحة والأسفار الرائدة في مجال السياحة الداخلية والخارجية، ورأي عندنا عروض تاع السياحة فيما يخص الداخلية والخارجية. ودائما نحطكم علما بأن الوكالة عندنا متواجدة في الشارع نزار شلام بجنب الشرطة، وعندنا الوكالة الثانية في بيموت مقابل الشرطة. قد حضرنا في المعرض الدولي للسياحة المقيم بمصالان بمستغانم، وذلك للتعريف بوكالتنا وكالة شوق الحرمين المقيمة بعين ويس مستغانم، التي تقدم عروض كثيرة بالنسبة للرحلات الداخلية والخارجية. هذا اليوم ارتئينا في هذا اليوم أن نكون حاضرين بسكريميز التراث اليوم الوطني للسياحة مصادف 25 جوان لهذا العام، وهذه كانت فرصة أن الحرفي يبان في هذا اليوم وباه يبين المنتوج اللي قدر يخرجه ويبرز على التراث وعلى الثقافة على هذه الولاية، خاصة أن الولاية هذه تسخر بما هو شيء جميل. اخترنا اليوم باش نروجوا للسياحة ولاية مستغانم خاصة وولاية الجزائر تاعنا عامة. كما راكم تشوفون معكم النقافة بنقصد علي صاحبة المحل كرع العرايس بنقصد علي. اليوم جبت لكم بعض الألبسة يعني التقليدية المستغانمية يعني الحضرية كما احنا نقولوا. كما راكم تشوفوا عن اختاريت بعض يعني بعض الموديلات هي فيها يعني عندنا مش مستغانمية، عندنا بزاف يعني ما شاء الله والحمد لله. بصح اليوم اختاريت بالمناسبة درت الملحفة تاعنا تاع مستغانم كما راكم تشوفوا بالشدة تاعنا تاع مستغانم. عندنا المنسوج ثاني بالشدة تاعنا تاع مستغانم نقولها حنايا الفرطاس، وعندنا ثاني شدة الثالثة اللي هي بالمستغانم ثاني بالفريملة، هذه الشدة المستغانمية تاعنا معروفة فيها ولاية تاعنا.